السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة. من جديد كنتمنى انكم تكونوا كلكم بألف خير. اذا الا كنتو كتشاهدوني لاول مرة، ما تنساوش تنضموا للقناة ديالي باش توصلوا بالجديد ان شاء الله، وضغطوا على زر الاشتراك. اذا بالنسبة اليوم كما كتشاهدوا معايا، فجيتكم بوصفة فيما يخص الجمال. فشحال هادي ما نزلت لكم شي وصفة فيما يخص هاد الجمال او لا شي حاجة بحال هكا، فمن مدة هادي ما نزلت شي وصفة. دونك اليوم حبيت انني نشارك معكم اروع وصفه مميزه للبشره، لجميع انواع البشره في هذا الفصل، خصوصا في فصل الصيف والخريف. كتصلح لجميع انواع البشره وكتقضي لنا على بعض المشاكل اللي كيظهروا عندنا في هاد الفصول هادو، بحال القشور وبزاف الحوايج. فهاد الوصفه كترطب لنا البشره وكتغذيها وكتبيضها في نفس الوقت، دونك كتحل لنا كاع هاد المشاكل. فروعة جدا، والمكونات ديالها حتى هي زوينة وطبيعية 100%. دونك بلا ما نطول عليكم، غنحتاجو ثلاثة ديال المكونات. المكون الاول هو نص حبة من الافوكادو او الافوكا، كما كتشاهدوا. وغنستعملو فالافوكا كما كتعرفوا فهي فيها بروتينات مغذية للبشرة، كترطبها من الاعماق وكتعطي لواحد اللمعان وترطيب زوين بزاف للبشره. كنصحكم توضعوها على البشره ديالكم مره مره. عندي كذلك ملعقه من الزبادي او اليوغورت طبيعي، وكذلك ملعقه من العسل الطبيعي او عسل نحل. فالزبادي مبيض ومرطب للبشره، كيغطيها. بالنسبه للعسل حتى هو كيرطب البشره وكيغطيها من الاعماق وكينقيها في نفس الوقت. دونك بلا ما نطول عليكم، غير واحد نصيحة كنصحكم انكم تاخذوا عسل اللي يكون طبيعي 100% باش تحصلوا على نتائج زوينه بزاف. المهم يكون عسل ديال النحل، دائما كنأكد عليها في الوصفات ديالي. دونك هادو هما المكونات. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال، عفوا بالنسبه للطريقه ديال هذا الماسك، هذا انا غناخذ واحد الاناء اللي غنخلط فيه هاد المكونات. وغنوضع نصف الكميه ديال هاد الحبه ديال الافوكادو. المهم غتوضعوا الكميه اللي غتكفي البشره ديالكم. غنضيف ملعقه من الزبادي او اليوغورت الطبيعي، حتى هو زوين بزاف للبشره. غنضيف كذلك ملعقه من العسل الطبيعي. صافي، كون خلطت الماسك ديالي على هذا الشكل، كان معسو جيدا لافوكا مع المكونات الاخرى حتى نحصلوا على خليط كريمي متجانس، باش يسهل عليكم العمليه ديال الوضع ديالو على الوجه. الافضل انه يكون كريمي كما كتشوفوا على هذا الشكل. صافي، كيجي الخليط ديالنا بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للطريقه ديال الاستعمال، اول حاجه غتنظفوا الوجه ديالكم بالكامل. دائما قبل ما توضعوا اي ماسك كنصحكم باش تحصلوا على نتائج، كنصحكم انكم تنقيو البشره ديالكم وتنظفوها عاد باش توضعوا هذا الماسك. وبالنسبه للمده، غتوضعوا الماسك على الوجه ديالكم ما يعادل تقريبا نص ساعه، وغتخليوه حتى ينشف ليكم في الوجه ديالكم عاد باش تمسحوه. ومن الافضل انكم تغسلوا الوجه ديالكم بالماء دافي، لان هذه الوصفه فيها مكونات كلها دهنيه. صافي، كتغسلوا الوجه ديالكم بالطريقه العاديه، كتخلصوا من الماسك وكتغسلوا بالماء دافي، ومن بعد كتدهنوا باي كريم عندكم، ولكن ما غاديش تحتاجوا انكم تدهنوا. المهم غير الا بغيتوا، حيت هاد الوصفه غتخلي لكم الوجه ديالكم مرطب بزاف، غتخصها يا البنات بواحد الرطوبه
واحد اللمعان في البشره ديالكم، زوين زوين بزاف. فكنصحكم انكم تجربوا هذه الوصفه وداوموا عليها، اكيد غتحصلوا على النتيجه من الاستعمال الاول وغتعجبكم. دونك هكا كيجي الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش تخليوا لي لايك الى عجبكم، وكذلك تعليقاتكم، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. والى اللقاء، الى الفيديو المقبل ان شاء الله، وفي فيديو جديد.